أكلوها وشربوها. ده كان تعليق كابتن محمود بكر على جول أمونيكي القاتل قدام الأرجنتين في نهائي أولمبياد 96. جول كان معناه ميدالية ذهبية أولى لنيجيريا والقارة أفريقيا كلها بعد مشوار أقل حاجة تتقال عنه إنه أسطوري. نيجيريا دخلت الأولمبياد وقتها بفريق اتقال عليه فريق الأحلام، بس حتى أحلام الفريق ده ما كانش هيجي فيها النهاية السعيدة دي وبالسيناريو ده. نيجيريا وقعت في مجموعة فيها البرازيل اللي كانت مرشحة لللقب وقتها، واليابان والمجر. عشان تخلص نيجيريا المجموعة في المركز الثاني بالتساوي مع البرازيل واليابان قبل ما فرق الأهداف يقصي أبناء الساموراي من البطولة. فوز بعد كده على المكسيك في ربع النهائي رفع أحلام النصور الخضر قبل مواجهة مكررة مع البرازيل اللي كسبتهم في المجموعات بجول رونالدو. بعد شوط أول بتأخر نيجيريا 3-1 جت الانتفاضة في الشوط الثاني. تاري بويست مدافع نيجيريا قال بعد كده إننا كسبنا الماتش ده في أوضة اللبس بين الشوطين. الكل كان عارف إننا لعبنا وحش الشوط الأول، بس رغبتنا في الرجوع كانت قوية. صوت القادة بتوعنا كان عالي عشان يحمسنا إننا نرجع. لحسن حظنا كان معانا لعيبة زي أموكاتشي وسانداي وأوكيتشوكو. نيجيريا قدرت تقلل الفارق وقتها بجول فيكتور إكبيبا قبل 12 دقيقة من النهاية، قبل ما يسجل كانوا هدف تعادل تاريخي في الدقيقة 90 خلى الفريقين يلعبوا وقت إضافي. وقت ما احتاجش فيه نوانكو كانوا أكتر من 4 دقايق عشان يقضي على البرازيل بالهدف الذهبي وتتأهل نيجيريا لنهائي تاريخي قدام الأرجنتين. وكأن استقبال الأهداف بدري مشكلة ما بتتحلش عند نيجيريا. بعد ما كونسيساو سجل مع البرازيل قدامهم في الدقيقة الأولى، جه الدور على الأرجنتيني كلاوديو لوبيز إنه يسجل في نيجيريا وفي الدقيقة الثالثة. جول ما أثرش كتير في عزيمة لعيبة نيجيريا حسب ما كانوا قال بعد كده، وإن هدفهم كان الفوز وبس. تعادل من بابايارو وتقدم جديد من كريسبو وتعادل جديد من النجم أموكاتشي خلى الكل يستنى وقت إضافي جديد. تعادل رفضوا أمونيكي باستغلال مثالي لتأخر لعيبة الأرجنتين في عمل مصيدة التسلل عشان يسجل جول قاتل في الدقيقة الأخيرة. كسبت بي نيجيريا ذهبية تاريخية. لعيبة الأرجنتين كلوها وشربوها فعلا زي ما قال كابتن محمود بكر وقتها على لعب الفاول وضرب التسلل. بس مش هم بس، ده كل اللي استهون بقدرة نيجيريا أو لعيبتها وقتها كانوا واكلينها وشربينها.